عرف شيخ الشاطري بعلاقة نقول عاطفية بينه وبين حلق تحفيظ القرآن الكريم، ربما كانت البداية، صحت المعلومة لديه من الصف الخامس الابتدائي. فهل وجدت فعلا فوائد في حلقات التحفيظ غير حفظ القرآن الكريم، أم هي مجرد مكان يلزمك بالحفظ؟ شوف يا أخي، القرآن مبارك. يعني تخيل يا أخي أنك تترك ساعة من وقتك لله في بيت الله، تتوقع أن الله عز وجل لن يعوضك خيرا منها؟ يا أخي، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منها. تترك دراستك ومذاكرتك لتجلس لتعلم هؤلاء الصغار الفتية، تعلمهم القرآن، تحببهم في القرآن. والله إني وجدت أثر ذلك حتى في دراستي. أنا أذكر سبحان الله، مرة في أولى ثانوي فكان عندي اختبار فيزياء وصعب ومضغوط واجبات ووقتي، قلت يا ربي أروح التحفيظ، والله اليوم أعتذر عن أذهب إلى الحلقة، كنت مدرس، لكني توكلت على الله ورحت. وقلت للأطفال الصغار اللي كان أدرسهم، قلت لهم الله يرضى عليكم ادعوا لي بكرة عندي اختبار فيزياء. والله يا أخي وأنا في الاختبار أذكر المسألة جات ما عرفت لها، صعبة، سبحان أجيبها يمين شمال، وإذا بآخر الوقت كأن الله يرسل لي من يلهمني إلى حلها، وحليت الحمد لله وأخذت الدرجة الكاملة. لما جيت ثاني يوم الأطفال كلهم، والله رجال، أنا ما أقول عنهم أطفال، يعني يسألون يسألوني، يقول لي ها يا أستاذ إيش سويت؟ يقول لي والله أنا دعيت لك بالليل يا أستاذ، أنا لما كنت ساجد دعيت لك. سبحان الله. فقلت هذه بركة حالي. والقرآن يا أخي كتاب مبارك، ما حل في صدر إلا حلت فيه البركة، ولا حل في شيء إلا في وقت أو في أي أمر من الأمور إلا حلت فيه البركة. بعدين ترى هذا الكتاب كريم، إنه لقرآن كريم، الكريم دائما يأخذ ولا يعطي، يعطي دوما، يعطيك من الخير ما لا يعلمه إلا الله، بل هو المتفضل عليك. ولذلك شيخ أيمن سويد الله يحفظه ذكر لي مرة قصة عن الحسن البصري، إن الحسن البصري كان في جالس في مجلس وذكروا بعض الناس اسم فلان من الناس، فقال بعض من سمع هذا الاسم يا إمام إن هذا يحفظ القرآن، حافظ للقرآن. فقال الحسن البصري موجها ومؤدبا ومربيا، شوف اللفتة، سبحان الله، ومن ذا الذي يحفظ القرآن؟ بل القرآن يحفظه. جميل المعنى. نحن الذين يحفظنا والله أكرمنا به خيرا كثيرا. وفعلا وحتى يعني حفاظ القرآن وأهل القرآن تجدهم سبحانك ربي من أفضل الناس إذا صدقت نواياهم.